هذه سنة يا إخوان يعني عظيمة، أن يجتهد من كان خارج البيت فيهدي للبيت هديا حتى لو لم يعتمر. يعني لو جاء إنسان من أهل جدة أو المدينة وأرسل غنما أو بقرا أو إبلا في غير الحج ولم يأتي للبيت، فإن هذه قربة عظيمة. وكما قال النووي سنة ماذا في زمان قد ماذا عرض الناس عنها أكثر الناس، وإذاك هي باقية. ما الحكمة منها؟ تعظيم البيت وتعظيم أمر الله بتعظيم البيت، وذلك ينبغي أن يذكر بها الناس خاصة ذوي اليسار وكذا. لماذا؟ لإظهار شعائر الله، أن تظهر هذه الشعائر. قد يكون في الحج أحيانا صعب للزحام، لكن في غير الحج إظهار هذه الشعائر مناسب. في رمضان قبل رمضان يبعث الإنسان هديا يقلده، لو يعني ذبيحة واحدة حتى لو قلدها، هذا من السنن. يرحم الله الإمام أحمد يقول ما علمت من سنة إلا وفعلتها، حتى أنه ماذا؟ حتى أنه خلى بمكان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتحنث الليالي ذوات العدد في غاري حراء، فما كان يعلم سنة إلا فعلها. نعم.